في آخر أسئلة السائلة من محافظة الفيوم تقول: فضيلة الشيخ، هناك إحدى الفتيات كان عليها حدث يوجب الغسل ولكنها لم تغتسل جهلا منها، وصلت على حالتها إلى أن حاضت فاغتسلت بعد الطهر، ثم حدث لها ذلك الحدث فلم تغتسل وهكذا، ثم علمت أن ذلك الحدث يوجب الغسل فاغتسلت، فهل عليها إعادة لتلك الصلوات أم أن غسلها للحيض يجزي، علما بأن نيتها الاغتسال من الحيض فقط؟ وهل كل الصلوات فاسدة ويجب الإعادة، أم أن صلاتها التي بعد الاغتسال من الحيض وقبل الحدث صحيحة؟ لا ندري ما هو هذا الحدث، هل هو يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل، لم توضحه. نعم. ولكن لو قدر، نعم، أن هذا الحدث يوجب الغسل كالاحتلام مثلا، نعم، أو الجماع، فإنه يجب عليها الاغتسال، فإن صلت من غير اغتسال فصلاتها غير صحيحة لأنها لم تتطهر. الله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا كان عليها حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنها يجب عليها الاغتسال، فإن صلت بدون اغتسال فصلاتها غير صحيحة، فعليها إعادة الصلوات التي صلتها بدون اغتسال ما لم تكن كثيرة جدا ويشق عليها قضاؤها، فإنها قد تعذر بالجهل في هذه الحالة إذا كانت يعني طول عمرها أو طول حياتها الماضية وهي على هذا الحال، ويشق عليها الصلوات التي صلتها على هذه الحالة وهي جاهلة بالحكم، فإن بعض العلماء يرى أنها تعذر بالجهل لمشقة أو عدم استطاعة القضاء الصلوات الطويلة الكثيرة. أما إذا كانت الصلوات قليلة وبإمكانها أن تقضيها فإنه يجب عليها قضاؤها لأنها صلتها على غير طهارة. وأما أن الغسل عن الحيض يجزي عن الجنابة فنعم يجزي، حتى الغسل المسنون يجزي عن واجب، قال أهل العلم: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. وقالوا: إن اجتمعت عليه أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم.